بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن سنجهز حوض للسمك. ممكن هذا الحوض نحطه في جميع أنواع الأسماك، أسماك الزينة بدون أي مشكل. لكن أنا حاولت نوجد سمكة غابي أو غابيس وسمكة المولد. فبسم الله غادي نبدأ أول حاجة بالفرش في الأرض أول حاصة إن شاء الله. فأنا كنفضل الحاصة على أي فرش تاني، على رمل أو أي فرش تاني. يعني هو حاصة عادي، ماشي يعني حاصة عادي ممكن تلقاها عند اللي بيبيع أو أغراض البناء، فهو موجود ومتوفر. يلا بسم الله. فاحنا طبعا غسلنا، قمنا بغسل الحصى جيدا بعد ما تركته لمدة يومين في الماء وغسلته مزيان. تم غسل جيدا بدون استعمال أي مطهر، فقط بالماء الحار أو الفاتر أو الساخن. بالنسبة لكمية الحاصة، فأنت تختار الكمية المناسبة ليك وكتشوف على حسب الكمية المناسبة ليك. يعني ما كاينش واحد السنتيمترات محددة، ممكن تختار أي كمية مناسبة ليك، يعني اللي كتناسب النظرة ديالك للحوض أو كنقول الشوفة ديالك للحوض.